السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. زي ما اتفقنا سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة. النهاردة جايبة لك وصفة خطيرة بجد، موفرة جدا جدا. حاجة فيها كولاكيجين احنا محتاجينه، هتقضي على الهالات والتجاعيد. حاجة تحفة تحفة، بديل للبوتكس، حاجة موفرة جدا ومش يعني مش بفلوس، موجودة عندك في البيت طبيعية 100%. بس تابع الفيديو للآخر عشان هقولك على كام تكة لازم تاخدي بالك منهم عشان تنجح معاكي من أول مرة. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف عملنا ايه مع بعض، وعملنا ازاي، وهنستخدمه ازاي، وايه الخطوات اللي هنمشي عليها علشان الوصفة تنجح معاكي من أول استخدام. زي ما انتوا عارفين يا بنات ان في ناس كتير بتشتكي من السواد والتجاعيد اللي حوالين العين وحوالين الفم والجبهة. النهاردة جايبالكم مكون جبار قوي قوي قوي، اقوى من البوتكس، هيخلصك من تجاعيد العين والفم والجبهة نهائي. ومكون موجود عندنا في البيت ومن الحاجات الطبيعية اللي مفيش اي اضرار منها خالص، حاجة تحفة بجد هتعجبك. ايه المكون اللي عندي النهاردة في الوصفة بتاعتنا؟ المكون اللي عندي هو الخيار. الخيار يا بنات فيه فوائد كتير قوي قوي للبشرة ومفيد جدا جدا، ومن الوصفات الناجحة جدا اللي بتقضي على التجاعيد اللي حول العين والتجاعيد اللي حول الجبهة والفم، وكمان بتزيل السواد اللي بيبقى حوالين الفم ده. الخيار بجد في كولاكيجين، احنا يعني بندور على كولاكيجين بندفع فيه فلوس كتير قوي، هو متوفر عندنا في الخيار. طب يلا بقى نعمل الوصفه مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه زي ما انتم شايفين عندي خياره، هجيب الخياره اللي عندي وهغسلها كويس وهبدا ان انا ابشرها. اول خطوه هبدا ان انا ابشرها. بعد ما بشرت الخيار بالشكل ده كده هجيب الكبه عندي او المطحنه بتاعتي وهبدا ان انا اطحنها كده بالشكل ده. كده الخليط عندي بصوا بقى عامل ازاي اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب طبق كده واصفي الخليط ده. هنعرف ليه دلوقتي مع بعض. هبدأ بقى اصفي كده من الشكل ده كده اهو اهو. الخطوة دي مهمة قوي. هاجي هنا على الخطوة الاولى بعد ما عصرت كده الخيار واخدت اللي هو اللي احنا عصرناه اللي هو اتبقى من الخيار ده انا مرمتهوش، هضيف عليه معلقة من السكر صغيرة، سكر بودر عشان ما يبقاش خشن. تمام بالشكل ده كده. طبعا لو مش متوفر سكر بودر مفيش اي مشكلة، استعملي السكر العادي. تاني خطوة، تاني مكون معايا، هضيفه مية ورد، اي نوع مية ورد متاح عندك، حط معلقة برضو صغيرة كده. كده الخليط بقى موجود عندي كده جاهز. هعمل ايه بقى؟ هاخد الخليط اللي انا عملته ده وهاجي حوالين عيني تحتها كده وحواليها واروح دهن الخليط ده فيها، السكارب ده الاول هدهنه فيها، هسيبه حوالين العين حوالي ربع ساعة، بعد كده نغسله بالشكل ده. طبعا ده هيفتح معاكي وهيساعد ان البشرة تبقى مستقبلة الخطوة التانية اللي هنعملها. هتسيبيه لحد ما ينشف معاكي مثلا من ربع ساعة لتلت ساعة، لحد ما ينشف معاكي كده حوالين العين، وتروحي جاية غسلاه ونروح بقى على الخطوة التانية باقي الماسك بتاعنا. عندي هنا مية الخيار هحط عليها ايه بقى؟ لو بشرتك جافة هتحطي عسل، عسل اللي هو العسل العادي بتاعنا لو بشرتك جافة. لو بشرتك مختلطة وعادية هتستخدمي برضو مية الورد، مفيش اي مشكلة. ده بالنسبة للبشرة الجافة حطي عسل، اما البشرة العادية هتستخدمي مية ورد. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ هضيف هنا على الخيار نص معلقة ومعلقة صغيرة من الدقيق، وابدأ ان انا اقلب بالشكل ده كده اهو اهو كده لحد ما يدوبوا مع بعض. ده المكون الاولاني اللي هضيفه على الخيار. اما بقى بالنسبة للمكون الثاني اللي عندي فهو اللبن البودر، هضيف برضو معلقة صغيرة من اللبن البودر بالشكل ده
وهبدأ بقى ان انا اقلب المكونات اللي عندي كويس قوي كده. يبقى حطينا معلقة صغيرة من الدقيق ومعلقة صغيرة من اللبن البودر على عصير الخيار اللي احنا عملناه. طيب عايزة تزودي حاجة تانية؟ ممكن تزودي مية ورد زي ما اتفقنا، او تزودي عسل عشان لو البشرة جافة زودي عسل. بس انا بقى الماسك جاهز عندي، انا ما حطيت لهوش اي حاجة تانية غير الدقيق واللبن البودر والعصير عصير الخيار. وزي ما اتفقنا هنا حطينا اللي بيطلع من الخيار عليه سكر وعليه مية ورد. لو بشرتك جافة حطي هنا عسل نحل وبرده هنا عسل نحل. وممكن لو حابة لو بشرتك دهنية وحابة تزودي في الخليط ده زودي مية ورد، بس انا حابة ان الخليط يبقى كده. هدهن من الخليط ده لمدة ربع ساعة وبعد كده نغسله. ده بيستخدم مرة اسبوعيا، بيديكي ترطيب وبيفتح وبيديكي الكولاجين اللي احنا بنبقى محتاجينه. وانت هتلاحظي الفرق بنفسك وهتسيبي لي كومنت وتقولي لي رايك في الوصفه اللي احنا عملناها مع بعض. دي كانت وصفه النهارده، مفيش اسهل من كده. طبعا زي ما اتفقنا لو بشرتك جافه حطي عسل نحل، لو بشرتك عاديه او دهنيه حطي زيت زيتون، لو مختلطه حطي ميه ورد. انا كده قلت لك برده الحاجات دي عشان كل الناس يعني كل واحد وبشرته ادرى بيها. فلو في الدهنيه او عاديه حطي زيت زيتون مفيش مشكله، ولو مختلطه حطي ميه ورد، وبرده ميه الورد تمشي البشره الدهنيه والعاديه. اما لو البشره جافه حطي عسل نحل. دي كانت وصفه النهارده، مفيش ارخص من كده. واستنوني في وصفه جديده، ولو حابين اي وصفه سيبوها لي في الكومنتات عشان نحضرها مع بعض.